السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالنور والسرور مشاهدينا الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم 7 على 7. حياكم الله في يوم جديد وفي مساء جديد، إن شاء الله يكون مساء نور وسرور وسعادة عليكم. ومسي ورحب زميلتي مروة، مساء النور عليك. يسعد مساك يا عبد العزيز ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا الحين عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. إن شاء الله بنبقى وياكم، كنت بنقع من أول الحلقة الحمد لله مرة. ليش بدايتها؟ بنبقى وياكم لين الساعة 8 و10 بإذن الله. شو حالك اليوم يا عبد العزيز؟ والله تمام الحمد لله. شو مسوي؟ غبنا عنك مروة كم من يوم فترة صح؟ فراجعين الحمد لله، شفتك بخير والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طبعا راح نبدأ حلقة اليوم بهذا الخبر اللي هي أعلنت إدارة معرض جوادة لاهار الدولي للكتابة عن اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف دورته 34 في العام 2020، لتكون الإمارة بذلك أول ضيف شرف من العالم العربي في تاريخ أكبر معرض للكتاب في أمريكا اللاتينية، وذلك احتفاء بالثقافة الإماراتية والعربية وتقديرا لإنجازات إمارة الشارقة ومكانتها العالمية في صناعة المعرفة ودعم الإبداع. فعلا جاء مؤتمر هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي نظمته إدارة المعرض بحضور سعادة أحمد بن أركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وراؤول باديلا لوبيز رئيس معرض جوادة لهارة الدولي للكتاب، وهكتور راؤول سوليس قاديا نائب رئيس مجلس أو رئيس جامعة جوادة لهارة، وماريس شوليز مانوت مدير معرض جوادة لهارة الدولي للكتاب، وحضور أكثر من 350 كاتب وناشر وإعلامي. طبعا وكشفت الجامعة الجهة المنظمة للمعرض خلال المؤتمر الذي أقيم خصيصا للإعلان عن اختيار الشارقة ضيف الدورة المقبلة من المعرض أن احتفال المشهد الثقافي المكسيكي بالإمارة العاصمة العالمية للكتاب 2019 سيكون من خلال سلسلة فعاليات وندوات ستفتح باب الحوار مع الثقافة العربية والحراك الإبداعي والمعرفي في الشرق الأوسط وسط مشاركة أكثر من 47 دولة. وقال سعادة أحمد بن أركاض العامري خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الصحفي أن اختيار الشارقة ضيف شرف معرض جوادة لهارة الدولي للكتاب يمثل تأكيدا على عمق الرؤية اللي تنطلق منها الشارقة في مشروعها الحضاري والثقافي، حيث تتجسد في كلمات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اللي ظل يؤكد أن الكتاب هو المساحة اللي يمكن أن تقترب فيها القارات والثقافات من بعضها وتكتشف حجم التشابه اللي يعيشون فيه، وهو النافذة اللي يمكن أن تطل منها شعوب العالم على بعضها بمحبة وتعايش وأيضا سلام. طبعا وأضاف العمري أن يحتفي معرض جوادة لاهار الدولي للكتاب بالشارقة يعني أن يحتفي المشهد الثقافي في أمريكا اللاتينية بالمنجز الثقافي والتاريخ الحضاري والمعرفي للحضارة العربية بأسرها. فهذا المعرض يعد الأكبر في القارة، والشارقة اختارت منذ أكثر من 40 عاما على انطلاق مشروعها الحضاري أن تقدم الوجه الحقيقي للثقافة العربية وتظل حاضنة الحراك الإبداعي والثقافي العربي بصورتها الشاملة والكاملة، الأمر الذي يجعل الاحتفاء بالإمارة في عام 2020 ولقاء تاريخي بين الثقافتين العربية واللاتينية. والحين يا عبد العزيز بنروح لمواضيع حلقتنا اليوم، وبنبدأ بمهرجان ليوا للرطب لعام 2019. ما زلنا بأجواء الرطب لذة الصيف، وعدنا بعد مهرجان الذيت للرطب، وأيضا الهلال الأحمر تفتتح عددا من المشاريع الصحية في باكستان، عدنا القيادة والابتكار والإنتاجية الشخصية، برنامج صيفي لمدرسة عاصم بن ثابت في الفجيرة. أكيد مواضيعنا متعددة ومتنوعة اليوم يا عبد العزيز. بس أهم شيء الرطب. أهم شيء أنا يعني كنت أبغى أسألك، أنت تأكل رطب؟ أنا أكثر شيء أحب الخنيزي والهلال، يعني من الأمور اللي أنا أنتظرهم في كل صيف عشان أتلذذ فيها. نعم. ولازم يبلد شوية إن شاء الله. طبعا مروة راح نبتدي حلقتنا بختام ورشة التمثيل المسرحي تحت إشراف الفنانة الكويتية الكبيرة عبير الجندي ضمن فعاليات دورة عناصر العرض المسرحي، والحين بنشوف أكثر في هذا التقرير التالي، خلونا نشوفه ويا بعض. احنا
احنا اليوم في اخر يوم من الورشة اللي بدأت من يوم 10 الى 20 يوليو 2019 في دورة عناصر العرض المسرحي في دورته الثامنة. ودوم أقول لكم شكرا، أشكر دائرة الثقافة وأشكر إدارة المسرح على هذه الدعوة الكريمة. ركض الوقت، سوينا أكثر من يمكن نقول 40 ساعة تدريبية، لأن هو المفترض كان 3 ساعات باليوم، ولكن لأن ما شاء الله يعني 77 منتسب، أنا ما كنت يعني معتقدة أن هذا الكم من المنتسبين اللي يحبون المسرح. هي بذور جميلة تبدأ من أعمار متفاوتة، يعني عندي 10 سنين لشيء و50 سنة، وطبعا التعامل معهم مختلف، لأن في اللي يعرف شيء عن المسرح، في اللي أول مرة يوقف على خشبة مسرح وهكذا. طبعاً مشارك مع الدكتور عبير الجندي في ورشة التمثيل استفدت منها وايد أشياء، استفدت منها كيف هي دخلت مع موضوع علم النفس مع التمثيل، دمجت الشيئين صورة واحدة وعطتنا فكرة جداً جميلة. طبعاً تغيرت من كمخرج إلى حاب للتمثيل، فإن شاء الله يعني أكون مبدع في هالمهرجان وإني أدي كدور مناسق بين الإخراج وبين التمثيل، وأتمنى التوفيق للدكتور عبير ومشكورة على الجهد البدني. بداية يسعدني ويشرفني أني أنا خضيت بدورة عناصر العرض المسرحي وتحديدا ورشة التمثيل مع الدكتورة عبير جندي، وهي أختنا وأستاذتنا من دولة الكويت الشقيقة. أنا فعلا سعيدة أني خضيت معاها بداية، لأنها علمتنا وايد شغلات. أولها كيف ننمي ذاتنا، كيف نثق بنفسنا، علمتنا فن التركيز والانتباه والملاحظة، علمتنا دخلت مثل ما يقولوا بإطار مختلف غير اللي متعودنا عليه، لأن احنا خضينا ورشات وايد مع التمثيل، بس هي دخلت من باب مختلف، دخلت من ناحية السيكولوجية علم النفس، فعلمتنا كيف عن طريق اللعب، علمتنا الارتجال كيف نرتجل، واحنا كنا في عمرنا ما تعلمنا الارتجال، علمتنا فن البانتوماين اللي هو الفن الصامت، علمتنا كسر الحواجز بيني وبين زميلي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. مروة، بالثلج الصيف يوم الناس تنقسم نصين، نص ياكلون الهمبا ونص يروحون للتمر، انت وين اي صوب؟ انا صوب الهمبا والرطب بعد. اي نوع من انواع الرطب تحبين؟ احب اللولو. اللولو ها، وانت لولو بعد يا مروة. شكرا. طبعا مهرجان الذيت للرطب الدوره الرابعه، واللي هو بتنظيم من غرفه تجاره وصناعه الشارقه في اكسبو الذيت، واللي راح يكون خلال الفتره ما بين 24 وحتى 27 يونيو، واللي هو بدعم وتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقه، الله يحفظه ويرعاه. امين يا رب. وللمزيد من التفاصيل عن مهرجان الذيت للرطب ويانا الحين في الاستديو الاستاذ محمد مصبح الطنيجي مدير فرع غرفة التجارة وصناعة الشارجة في المنطقة الوسطى ومنسق عام لمهرجان الذيد للرطب، والأستاذ راشد مهير الكتبي رئيس لجنة مزاينة الرطب وعضو المجلس البلدي لمدينة الذيد. أهلا ومرحبا فيكم أستاذ محمد وأستاذ راشد، نورتونا في استوديو 7 على 7. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا فيكم ومشكورين على هذه الفرصة اللي تحتوها لنا. هذا واجبنا، ونحن سعداء في المدينة الفجيرة، المدينة الباسمة، المدينة الجميلة. الله يخليك. خبرونا عن مهرجان الذيد للرطب بداية وياك أستاذ محمد. مهرجان الذيد للرطب هو مكرمة من مكارم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لكل ملاك النخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيرا على نهج المؤسس القائد الشيخ زايد طيب الله ثراه بالاهتمام بهذه الشجرة المباركة التي كان اعتماد سكان الإمارات قاطبة عليها، فهي لهم غذاء ولهم سكن. صحيح. ولهم علاج، فهذه الشجرة المباركة لها الفضل الكبير وارتبطت بحياة الإنسان الإمارات قاطبة سواء في البحر ولا في البر، فكان حري بنا أن نهتم بها ونقيم لها الاحتفالات ونقيم لها
المهرجانات الشيخ نعم. بزايد طيب الله ثراه بدأ على هذا النهج، وبدعم مرة أخرى من الشيخ سلطان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ودعم من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقيم هذا المهرجان أسوة بمهرجان ليوا في المنطقة الغربية لكل ملاك النخيل، تشجيعا لهم على تجويد إنتاج النخيل وكذلك الصناعات القائمة على النخيل. مهرجان الذيل للرطب انطلق في صيف 2016 كما سلفنا بمكرمة من أصحاب السمو، مباركة من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى لكل ملاك النخيل لكل ما تجود به النخلة سواء من رطب وحتى على الصناعات القائمة عليها. سعداء جدا بهذه المهرجانات وجمع أخواننا وأهلنا في الإمارات كلها في منطقة الذيل. جميل جدا. أستاذ راشد خليني أسألك عن المعرض والتغييرات والتطورات اللي راح تكون في النسخة الرابعة عن النسخ الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، في بداية حديثي أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة عضو المجلس الأعلى على دعمه واهتمامه بمهرجان الذيل للرطب، كذلك الشكر إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه للسنة الرابعة لمهرجان الذيل للرطب. بالنسبة لمهرجان الذيل للرطب إن شاء الله بيكون على مدى 4 أيام مثل ما ذكرت من تاريخ 24 لتاريخ 27. عندنا في اليوم الأول بتكون مزاينة على رطب الخنيزي ورطب البرحي وعلى أكبر علج. في اليوم الثاني إن شاء الله على الإخلاص وعلى الشيشي. في اليوم الثالث على النخبة وبيكون معها الليمون. واليوم الأخير اللي هو بيكون مخصص لأجمل مخرفة رطب للنساء وكذلك لكبار المواطنين اللي هم من منطقة الذيل بالإضافة إلى تمر الحسين. ممتاز جدا. هذا المهرجان على مدى 4 أيام. هذه التطورات ما كانت موجودة قبل يعني؟ في السابق كانت 3 أيام. 3 أيام. السنة ما شاء الله زادت عندنا اللي هي مسابقة رطب البرحي كانت في السابق موجودة، زادت عندنا مسابقة رطب الشيشي بالإضافة إلى مسابقة أجمل مخرفة رطب وخاصة بالنساء. ممتاز. وكذلك اللي هي جائزة كبار المواطنين عملنا لهم جائزة سنة. استاذ راشد اول يوم بيكون وياكم عبد العزيز لانه يحب الخنيزي قال قبل شوي في المهرجان اول يوم الخنيزي صح؟ مرحبا بعبد العزيز وجلنا بالفيره كلهم وفي الامارات كلهم كلنا واحد. خبرنا عن النتائج الايجابيه اللي حصدتوها في السنين السابقه في هذه المهرجانات منذ قيام الاتحاد واهتمام صاحب السمو الشيخ زايد بن نخيل الله يرحمه زين واعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات الكرام بن نخيل، حصلنا النخيل في تطور مضطرد وينمو إلى الأفضل بحيث أصبحنا من مصاف الدول الأولى في إنتاج النخيل وتجويد الرطب وحتى التصدير. أصبحنا نحن في دولة الإمارات نملك ما يقارب 43 مليون نخلة زين على مستوى الإمارات كلها. كل هذا صب في مصلحة ملاك النخيل. إقامة هذه المهرجانات في ليوا وفي الذيل وفي عجمان صب في مصلحة ملاك النخيل من ناحية تجويد الثمار، التخصص في إنتاج الثمار، أيضا الصناعات القائمة التغليف والتعليب وحفظ الرطب سواء للتصدير ولا في وقت الحاجة للمواطنين في وقت الشتاء وغيرها. كل هذه زين. أيضا رفع المعدل الاستثماري أو معدل الاستثمار في النخيل، فحصلنا اليوم نحن في أول مشاركة كان عندنا مثلا 200 مشارك، اليوم عندنا 300 مشارك، غدا نتحدث عن آلاف المشاركين سواء في عندنا في الذيل ولا في ليوا ولا في عجمان. هذا كله من جهود أصحاب السمو حكام دولة الإمارات. جزاهم الله خير الله يحفظهم. أستاذ راشد خليني أسألك عن الشروط اللي يعني لازم تتوفر للمشاركين في المهرجان. بالنسبة للشروط في هناك عندنا في شروط وفي معايير. نعم. المعايير اللي هي متطلبة للرطب أن يكون الرطب من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذه السنة، يجب أن يكون ذو الصفات اللي هي مطلوبة مثل ما نقول خالي من الأمراض خالي من الحشرات، في تناسق ما بين الثمر، الوزن يكون 4 كيلو عفوا للمخرافة، هذا بالنسبة للرطب الخنيزي والإخلاص. نعم. أما النخبة تختلف. النخبة تختلف. النخبة تتكون من 3 مخاريف ومن 3 أصناف من الرطب.
الرطب اللي يدخل في الخنيزي مثلا والاخلاص دخل في المزاينه وما يدخل في النخبه. نعم. والنخبه هي اجود انواع الرطب تكون موجوده عندنا. فالسنه ان شاء الله عندنا قسمين بالنسبه للخنيزي، قسمين بيكون اماره ابو ظبي ودبي، قسم ارواحهم، والامارات الاخرى مثلا الشارجه والفجيره وباقي الامارات الاخرى بتكون لهم مسابقه خاصه. ايش معنى؟ بمعنى كثره الاعداد. كثره الاعداد قسمناهم الى قسمين ودخلناهم متى وين؟ دخلناهم في النخبه اللي هو الشوط الرئيسي يعتبر. اي نعم. بتكون للكل يشاركون مع بعض. ممتاز. بالنسبه للبرحي والشيشي بيكون اول سنه ندخله عام للجميع. نعم. الشروط ان يكون الرطب من مزرعه صاحب المزرعه، ان يكون يحضرنا بطاقه هويته وخارطه مزرعته اذا كان من مزرعته بالنسبه للخنيزي والاخلاص والنخبه، واذا كان شيش وبرحي سواء كان في المنازل او في المزارع. ممتاز. نعم. قبل ما ننطلق للسؤال الاخر، ذكر راشد بتقسيم المناطق الزراعيه الى قسمين، ابو ظبي دبي والامارات الشماليه. هنا. هذا كله لمصلحه ملاك النخيل حتى يعم الدعم المقدم من القياده لكل ملاك النخيل، بدل ان يفوز عندي 20 مالك للنخل ربما يصل الى 50 60. جميل. يعني هي في مصلحه اصحاب النخيل انهم يشاركون. ابو مصبح مروه لازم تجي عندكم ان شاء الله في المهرجان يوم الاثنين. اذا ما يتبنيبها طال عمرك تجيبونها خلاص يعني. نعم. ويتبي لولو. ها لولو بعدها ما قال بنعطيها خير من لولو. هي. بنعطيها البركه ان شاء الله. احلى احلى من اللولو. اللولو لسه ما قال بعده على نهايه الصيف صح؟ الان بعد تقريبا يعني الحين بيكون بعد يعني الحين على نهايه على اخر شيء هو. نعم. تاخر شوي. نعم. نعم استاذ محمد، هل في اليات او طرق جديده علشان يزيدون من خلينا نقول انتاج النخيل في منطقه الذيد؟ قبل ما اجاوب على هذا السؤال، لجأت القياده وربما الرجل المنظم عندنا غرفه التجاره وصناعه الشارقه. نعم. لتجويد النخيل والحفاظ عليها انشأنا اللي هي جائزه المزرعه النموذجيه، بحيث أن كيف يتخلص المزارع من نفايات النخيل، كيف يعالجها، كيف يعالج الآفات، كيف مهتم بالأحواض النخيل، كل من أجل هذا نحن أنشأنا الجائزة المزرعة النموذجية. نعم. أما كيف يزيد من إنتاجه ربما راشد عنده بإسهاب في الموضوع هذا. تفضل. تفضل راشد. بالنسبة لزيادة الإنتاج في النخيل أول شيء العناية، وتفضل الأخ محمد قال اللي هي المزرعة النموذجية. إذا أنت اعتنيت من النخيل من ناحية التسميد، من ناحية التكريب، من ناحيه التنبيت، من ناحيه سقي الماي. نعم. اذا توفر الماي وتوفرت الاسمده الموجوده اللي هي سواء العضويه او غير العضويه، وعمليه رش المبيدات تكلمنا قلنا ان تكون خاليه من في الرطب من مزاينته، رش النخيل بالمبيدات عن الحشرات، اعتقد انك بتحصل على افضل انتاج عندك في مزرعتك. ممتاز. هذا يعتبر على العنايه. نعم. إذن العناية هي والعناية. أهم شيء علشان نحصل على نتاج. نعم. نخيل. إذا كان هناك توفير مياه مناسب للنخل وعملية تسميد ونحن نقول التكريب اللي هو تعديل النخل ونظافته، أعتقد أنك بتحصل على. نعم. أحسن النتائج من الرطب. طبعا في خبر يهم مروة ويهم المشاهدات الكرام، أنه في مشاركة خاصة للنساء في المهرجان. أكيد أكيد. تذكرنا عن طبعا نحن النساء ما ننساهن، وفي توصيه وفي توجيهات على ان لازم النساء يكونوا يشاركون في مهرجان الذيد للرطب. ما شاء الله. واعتقد جميع المهرجانات تشاركن فيه. نعم. نحن يمكن في ثاني سنه عملنا اجمل سله فواكه للنساء. اجمل سله فواكه. نعم. هم يسوونها فواكه. نعم. يجيبونها زي يعني تجمل سله فواكه وتيبها. السنه السابقه عملنا اجمل طبق. اجمل طبق. نعم. يتدخل فيه التمر او الرطب. يا سلام. وخاصه بعد النساء. فالسنه غيرنا الفكره ان نعمل اجمل مخرافه رطب للنساء. نعم. شروطها بسيطه. تعتمد جماليه المخرافه على تزيينها وليس على الرطب. المهم التزيين، وما شاء الله النساء معروفات في التجميل وهذا ما يحتاج. الشروط انها تكون من مزرعتها اذا كانت تملك مزرعه او من بيتها. وخاصه للنساء. ممتاز. نعم. مروة ما عندها مزرعة بس بتسوي من بيتها. ما مشكلة. لا عندها رطب عادي ما مشكلة، خليها تشارك المهرجان. نبيها بس عليها بتزيين المخرافة. نبيها تطلع من الأوائل. أنا أعرف أزين. ها؟ أنا شاطرة في التزيين. زينها الميدان يا حميدان. خلاص ها؟ إن شاء الله. أستاذ كيف تساعد غرفة التجارة والصناعة في تشجيع المزارعين بالتمسك في زراعة النخيل والاهتمام والعناية بالنخيل أيضاً؟
عندما أنيطت مسؤولية المهرجان الذيل بغرفة التجارة، غرفة التجارة حشدت كل طاقاتها البشرية التقنية اللوجستية لدعم هذا التوجه من الحكومة، فأخذت على عاتقها كيف توصل كل مزارع لمزرعته، كيف توجهه لأنه يزيد من إنتاجه. فرصدت مبلغ ميزانية بالإضافة إلى الدعم المقدم من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، الدعم المقدم قبل كل شيء من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. أضافت أيضا دعم آخر للمزارعين بحيث أن كيف نرفع العائد الاستثماري كل نخلة. أيضا لم تغفل غرفة التجارة وصناعة الشارقة على التخصص الموجود في توزيع النخيل في الإمارات، بحيث عندنا في الفجيرة شو النوع اللي يجود في الفجيرة، شو عندنا في الفجيرة، عندنا مثلا ربما الخنيزي يجود في الفجيرة على سواحل البحر، يجود الخنيزي عندنا في الديدنغال في الأطراف، يجود مثلا الإخلاص في أبوظبي شو يجود. فاتبعت الأمور هذا وقسمت المسابقات على هذا بحيث أن تعم الفائدة التي تجمع من ذلك. أيضا أنشأت اللي هي المزرعة النموذجية ورصد لها جائزة مستقلة عن جوائز المهرجان، كيف نوصل بالنخلة إلى أعلى مستوى أراد لها الله سبحانه وتعالى قبل، وأرادت لها القيادة أن تصل لها. صحيح. ممتاز جدا صراحة، استمتعنا معاكم ونشكركم على تواجدكم في قناتكم قناة الفجيرة، ودوم إن شاء الله نكون معاكم نغطي كل المهرجانات اللي موجودة في الذيت هذه وحتى اللي جاية إن شاء الله تعالى. ونحن أيضا ممتنين لكم على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة، وهذه دعوة لأهلنا كل الساحل الشرقي الفجيرة بالخاص، كل الإمارات وكل الإمارات. والأخوة العاملين في إذاعة وتلفزيون الفجيرة أهلا وسهلا بكم. حياك الله. نشكركم. نشكركم ونتمناكم أن أربعة الأيام في المهرجان تكونون معنا بإذن الله تعالى، ونوعدكم كل يوم تكون فينا لكم مخرافة رطبة. جزاك الله خير، إن شاء الله بنكون متواجدين معكم. أهم شيء خلاص راشد، أهم شيء خلاص إذا جت النخبة اللولو فارس طيب إن شاء الله، لأن النخبة بيدخل فيها اللولو أكيد إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. شكرا لك أستاذ محمد مصبح الطنيجي، مدير فرع غرفة التجارة وصناعة الشارقة في المنطقة الوسطى ومنسق عام لمهرجان الذيت الرطب، نورتنا. وشكرا أستاذ مهير الكتبي، أستاذ راشد مهير الكتبي، رئيس لجنة مزاينة الرطب وعضو المجلس البلدي في مدينة الذيت. شكرا لكم. نورتونا. حياكم الله. طبعا في أجواء الصيف مروة مشاهدينا الكرام، ونروح نشوف معاكم فعالية الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات 2019، وهي الدورة الثانية في مركز شباب الشارجة، بدأت صباح الأمس وتستمر حتى 28 يوليو الجاري، وتعد إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب طبعا بمشاركة مختلف المؤسسات العالمية في تقديم ورش عمل ودورات تدريبية. للمزيد في التقرير. الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات هي إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب، واللي نسعى من خلالها إلى صقل مهارات الشباب وتطوير وتطوير المعارف والمدارك المختلفة لديهم، وذلك طبعا عن طريق توفير مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وورش العمل والأنشطة المختلفة. الأكاديمية الصيفية ابتدأت من إمارة دبي في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، واليوم إحنا في مركز الشباب في الشارجة، وما هو إلا امتداد لمبادرة الأكاديمية. غير الشارجة كذلك هذا الأسبوع عندنا في إمارة عجمان مركز الشباب بعجمان، وإمارة الفجيرة مركز الشباب في الفجيرة. مجموعة الورش طبعا متنوعة عندنا في مركز الشارجة للشباب الحمد لله، بين البرامج الثقافية، البرامج الإدارية، برامج تطوير الذات وتطوير المهارات، برامج التواصل مع الجمهور، وكذلك هناك حزمة من برامج تقنية المعلومات المختلفة. مركز الشباب في الشارجة الحمد لله رب العالمين فيه 54 نشاط مختلف، وكذلك في بعض الجهات اللي الحمد لله رب العالمين متواصلين معنا أن يبغون يشاركون بورش إضافية في هذا المركز. الفكرة من الأكاديمية هذا العام أن تكون في كل إمارات دولة الإمارات في المراكز الشبابية وبعض المواقع المناسبة لاستضافة الأكاديمية. الفكرة الأساسية هي أن نوصل إحنا لشباب الإمارات. إحنا موفرين مواصلات ولله الحمد بالتعاون مع مواصلات الإمارات، ولهم منا كل الشكر والتقدير. عندنا أكثر من 70 شريك استراتيجي لضمان إيصال أكبر مجموعة من هذه البرامج لفائدة الشباب ذكور وإناث. بالإضافة طبعا لشباب الإمارات، احنا نرحب بجميع الشباب العربي المقيمين عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دعما لمبادرة الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات من قبل المؤسسة الاتحادية للشباب. دورنا نحن في وزارة تطوير البنية التحتية في إمارة الشارقة راح نقدم إن شاء الله 5 ورش عمل متتالية، أحدها يتكلم عن إدارة مشاريع الهندسية، والآخر عن الثورة الصناعية والوظائف المستقبلية، وفي مجال الابتكار أيضا. كما سنتطرق في اليوم الأخير من إمارة الشارقة بأخذ الشباب جولة ميدانية لإحدى مشاريع الوزارة لتعرفوا أكثر على أهم المعايير المستخدمة في إنشاء وإنجاز المشاريع البنية التحتية. كما أحب أن أنوه بمشاركة المجلس الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة لكوني عضو في هذا المجلس. شاركنا في إمارة الشارقة بثلاث ورش عمل دعما للمبادرة أيضا، من أهمها ورش المدن المستدامة تقودنا للريادة العالمية، وأيضا عن أهم المدن التي صنعت بأيدي شباب العالم. طبعا مشاهدين الكرام ومروه، بعدنا في الرطب ها؟ نعم. بعدنا الحين بنروح لمهرجان ليول للرطب 2019 طبعا العفوا احنا وين كنا بنروح لمهرجان في مهرجان ليول للرطب مهرجان ليول للرطب دورة الخمسة عشر وهو اللي في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. أكيد كان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. للمزيد من التفاصيل ويانا الحين عبر الهاتف الأستاذ عبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان ليوة للرطب ومدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية التراثية في أبوظبي. أهلا مرحب فيك. الله يحييك. يا مرحبا يا حبيبي. يا هلا فيك. خبرنا أستاذ عن مهرجان ليوة للرطب في عام 2019. طبعا المهرجان هذا تحت رعايه كريمه من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسه، وتنظيم من لجنه اداره المهرجانات والبرامج الثقافيه والتراثيه في ابو ظبي. هذه نتكلم عن الدوره ال 15. طبعا هذا المهرجان معني بالاحتفاء بموسم جني الرطب عندنا في دوله الامارات. هناك مسابقات عده في الرطب وفي الفواكه. على سبيل المثال عندنا مهرجان مسابقات ديزاين الرطب، عندنا مسابقه الفواكه بانواعها، عندنا مسابقه مخصصه للمانجو، مسابقه خاصه للليمون، عندنا مسابقه اجمل مجسم تراثي. جميل. عندنا مسابقه اجمل مخربط رطب، ومسابقه المزرعه النموذجيه اللي تعتبر الاغلى على مستوى المهرجان. نعم. اللي تبلغ جوائز تقريبا 2,250,000 درهم. نعم. استاذ عبيد، لو تحدثنا عن مزينه الرطب التي تتم بشكل يومي في المهرجان. طبعا مسابقه الرطب هي المسابقه الرئيسيه عندنا في مهرجان ليول الرطب. في شروط للمتسابق او اللي يحب يشارك في المسابقه ان يكون الرطب من الانتاج المحلي دوله الامارات. طبعا لا تدخل التمور في المسابقه. المشارك يقدم رطبا من انتاج مزرعته الخاصه، تكون يعني بشهاده من الملكيه او غيره. يحق للفرد المشاركه في صنفين بالإضافة إلى النخبة. مسابقة النخبة اللي تتيح للمزارع مشاركة بأكثر من نوع. طبعا يتم تقييم المزرعة 30% والرطب 70%. نحن اليوم نتأكد أن الرطب تم زراعته في بيئة نظيفة، ونتأكد من أن المزارع قاعد يطبق الاشتراطات اللي هي تحد من هدر المياه وترشيد استهلاك المياه وعدم استخدام المبيدات أو الأسمدة الكيميائية بغير يعني غير صحيح. نعم. عندنا المسابقات الرطب اللي يدخل المسابقات طبعا في الاشواط الفرديه اللي هي خلاص والخنيزي ومعان والفرط والدباس والشيش. طبعا هذيلا يعتبر من الاصناف المحببه عندنا في دوله الامارات او الاصناف اللي تحرص الناس على زراعتها. جميل. بالاضافه الى مسابقه اكبر عج اللي وصلنا تقريبا وزن 104 كيلو ما شاء الله. في نعم. أستاذ خبرنا عن دور القيادة الرشيدة في دعم المشاريع النخيل والرطب. طبعا القيادة الرشيدة عند دولة الإمارات الدعم اللامتناهي لقطاع الزراعة وبالأخص قطاع النخيل. اليوم نشوفه في كل مجال. هناك هناك مؤسسات حكومية رائدة عندها مبادرات، ومن صميم عملها المحافظة على هذه الثروة الغالية. والدليل على هذا ان المهرجان صار له 15 سنه قاعد
يدعم المزارعين هناك، الشركات مختصة بتسويق التمور، الحكومة تشتري التمور من المزارعين يتم توريدها وتصديرها لأكثر من 80 جهة عالمية. هناك جهات مختصة في مكافحة الآفات، نعم، هناك كثير من الشركات الخاصة والشبه حكومية المختصة في الاكثار من الأنسجة النخيل، دعم كبير، دعم دائم لقطاع الزراعة عندنا وبالأخص بموضوع النخيل. صحيح. نعم. نعم ممتاز، شكرا لك أستاذ عبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان ليوة للرطب ومدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي. شكرا لك. العفو، مشكورين على الاستضافة. حياك الله. مرحبا مشاهدينا الكرام، فاصل بعد راح نواصل، خلوكم يعني. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، مكملين وياكم فقرات برنامجنا لليوم. ولكن قبل ما نبدأ موضوع هذه الفقرة بروح لعبد العزيز بسؤال. عبد العزيز، في المجموعة تفضل أنك تكون قائد في المجموعة أو أن تابع لقائد؟ أنا دوما ما ألي أفضل، أشوف المجموعة إذا فضلوني أكون قائد فأنا أروح بالتصويت. ما أفضل عمري أني أنا أكون قائد، أفضل الناس تختارني أكون قائد. حبيت شوي دبلوماسي شيء عندك يعني. غصبا عنهم أكون قائد. صح، غصبا عنهم دكتاتوريا الحين. القيادة يمكن أن تكون قدرة الشخص أو المجموعة على التأثير أو فرض رأي أو قوانين معينة، ليس بالقوة وإنما بالإقناع، نفس ما قال عبد العزيز إنه يعني في التصويت. طبعا أما الابتكار ليس كما يظن الكثير منا مقتصر على الأفكار الفريدة المختلفة تماما عن باقي الأفكار، لكنها قد تكون خليط من الأفكار التي تكتشفها في حياتك أو أفكار الآخرين، هذا اللي هم لما يختارون. نعم. أن أكون قائد. صحيح. خلينا نعرف أكثر عن هذا الموضوع. نرحب ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد ذيب المدير التنفيذي لمبادرة التمكين الريادي للشباب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم، وصراحة المدخل اللي عملتوه مدخل جميل وذكي. الله يخلى فيه كثير من الخلط في هاي المفاهيم، وقد تكون المبادرة اللي عملناها اللي هي مبادرة التمكين الريادي للشباب، ممكن نحكي عنها بعد شوي قليلا، كان واحدة من أهدافها اللي هي معالجة مجموعة. نعم. من هاي الأشياء والانطلاق باتجاه مفاهيم صحيحة وقوية وتعطي نتائج منتجة. نعم. نعم. خبرنا أكثر عن القيادة. تمام. مفهوم القيادة. رح أبدأ بس إذا بتسمحوا لي بجزئية صغيرة عن موضوع فضل. المبادرة اللي أنتوا عرفتوني إلها أنا مديرها التنفيذي، هي مبادرة. نعم. للتمكين الريادي للشباب، مبادرة منطلقة من الإمارات باتجاه العالم العربي. نعم. الهدف منها اللي هي تدريب 100,000 شاب عربي على ممكنات الريادي اللي هم القيادي اللي رح نحكي عنها بعد. نعم. شوي، والابتكار والمفهوم الثاني رح نناقشه، والإنتاجية الشخصية اللي هي ثلاث. نعم. مفاهيم اللي إن شاء الله رح نحكي عنهم بشكل كبير إن شاء الله. المبادرة كانت خطوة جريئة صراحة، نشكر عليها يعني فريق مؤسسة رواد الأعمال. نعم. الاستشارة الإدارية والتطوير الأستاذة هدى البادي اللي هي يعني صاحبة الرخصة وصاحبة المشروع الأساسي، الأستاذ جمان اللاذ والسيد الأستاذ سعيد الكعبي. نعم. لابد أنه يعني أوجه لهم الشكر لأنهم آمنوا بالفكرة وأطلقوها، وبعدين يعني دعم التفاعل معها مجموعة من. نعم. من مؤسسات المجتمع المدني ومن فرق التطوع على رأسهم فريق من الفجيرة، فريق صواعد زايد. ممتاز. كان عندهم أداء عالي، وفريق بصمة سعادي، وحظينا في يعني في اهتمام من الشيخ سعيد بن طحنون طال عمره في العين. نعم. هاي ملخص المبادرة. الآن نحكي عن مفهوم القيادة. مفهوم القيادة اللي هو الركيزة الأولى. أحس فيه يعني عدة آراء عن مفهوم القيادة، ولكن. نعم. شو هو مفهوم القيادة بالشكل الصحيح؟ الآن مفهوم القيادة بأدبيات القيادة تعرف بتعريفات غير محدودة. نعم. يعني لو جينا نعمل تعريف للقيادة عنا عدد كبير من التعريفات اللي تأخذ بعضها جانب أكاديمي، بعضها بأخذ جانب مهني، بعضها بأخذ جانب أدائي. لكن لو بدنا نعرف القيادة بما يتناسب يعني مع متطلبات القرن 21، بنحكي هي القدرة على الاستجابة لمتطلبات اللحظة. نعم. بما يضمن تحريك الفريق والممكنات لتحقيق الأهداف المشتركة. نعم. فبالتالي عشان نسمي مفهوم قيادي يجب أن يكون عندي قائد وفريق وأهداف مشتركة. نعم. ما بين القائد والفريق. أستاذ أحمد، أنا عندي سؤال،
طريقة تفكير عبد العزيز بالقيادة عن طريق التصويت هل هي صحيحة أو لا؟ لا مش التصويت كثر، مثلا لما أنت تكون مع مجموعة أستاذ أحمد هم اللي يختارون غير عن التصويت، يعني مثلا هم يفضلونك أنت تكون قائد عليهم. تمام. حتى نحن عندنا شباب في الرحلات الصغيرة مثلا يكون في المشرف المالي أو المسؤول عن الرحلة، تلقى الشباب لا إراديا يختارون الشخص. يعني ما أفرض نفسي، لا أنتظرهم هم اللي يختاروني. الآن القيادي تفكيره هو في الموضوع تفكير صحيح، إذا ما نحكي عن القيادي بمفهومها العلمي. نعم. هلا القيادي إما أن تمنح أو تسلب. أو تسلب. تمام. نعم. أو تفرض. يعني ممكن أنا أفرض نفسي كقائد أو يفرضني شخص آخر صاحب سلطة كقائد على مجموعة، ويمكن المجموعة تمنحني القيادي وأنا أفرض نفسي بالجانب الآخر عن القيادي أو أخذ القيادة من جانب آخر. لكن في يعني جزئية كثير حلوة في اللقاء هذا رح نحكي عنها، اللي هي القيادة 360 درجة، هو نموذج للقيادي بحاكي متطلبات القيادة في كل المستويات. يعني القيادة من أعلى إلى أسفل، القيادة بنفس المستوى زي ما بصير معه، والقيادة من أسفل إلى أعلى. يعني في نموذج علمي ومرتب كيف أنت تقود من هو أعلى منك منصبا أو أعلى منك يعني سلطة. فالمفهوم مقبول علميا جيد، لكن في محذور صغير، قد يوليك المجموعة القيادية لأنهم بحبوك. نعم. لأنه عندك كاريزما جيدة، عبد العزيز متحدث، قواعد عالية. علشان شو بنختار؟ لكن هو أنتوا جربتوه فهو أنا أدى أدوار قيادية وصلكم للهدف المشترك أنتوا وياه، دائما راح تختاروه أكيد. يعني مش بالضرورة نقبل، مش بالضرورة هاي الآن بالنسبة له أوكي، لكن للآخرين ليس بالضرورة أقبل دائما أن أولى القيادي. نعم. إذا أنا مش متمكن ومش قادر ومش واثق من قدراتي كشخص. نعم. لأنه بعد هيك رح أكون أنا أذيت المجموعة اللي معي وأذيت نفسي بالتالي. صحيح. وخذلتهم. قد يكون في لحظة الاعتذار عن القيادي خسرت جميل. أيضا ثقة هذه المجموعة لأن أعطوك الثقة، ولكن يوم يصبح في خذلان في الموضوع تخسر ثقتهم. في صفات. نعم. وفي مهارات يتميز. نعم. فيها القائد أكيد. يعني شو هي الصفات والمهارات اللي لازم يعني تكون موجودة في القائد؟ يعني أول صفة يجب أن تكون في القائد قدرته على إضافة القيمة للفريق. يعني بمعنى القائد يجب أن يكون مثقف على مستوى عالي من الثقافة، يجب أن أكون قادر عن التعبير، قادر عن تعبير عن أهدافه، تعبير عن آرائه لغويا وترمزيا بالرمز. يعني ممكن أن أنا بحركة معينة أفهمك اللي بدي إياه، لازم أكون قادر على هذا الأداء. ممتاز. القائد الجيد يجب أن يكون مستشرف للمستقبل، بمعنى هو عنده رؤية بعيدة المدى، قادر على التأثير في مستقبل المجموعة وليس فقط يعني إدارة اللحظة الحالية اللي هو موجود فيها. القائد الأقوى هو من يستطيع اتخاذ القرار في اللحظة، وهنا بصير الفرق عن المدير. المدير ممكن يخطط معه وقت، يخطط مع وقت يجرب. القائد الجيد هو القادر على اتخاذ القرار في اللحظة، في لحظة الحدث. نعم. أن تكون قائد جيد معناته فريقك يؤمن فيك، أنت ملهم واحد. للفريق. صحيح. يجب أن تكون واضح معهم، يجب أن تكون صادق. وبنرجع أنه القيمة العليا، لأن في عنا قادة إيجابيين وفي عنا قادة سلبيين في التاريخ. نعم. يعني هتلر قائد لكن كانت عنده نتائج سيئة. نعم. الآن هو بالنهاية عشان أكون قائد قوي يجب أن أضيف، برجع بأكد على هذه الجملة، قادر على إضافة قيمة للفريق اللي معاي. نعم. قادر على إضافة قيمة للشعب اللي بحكمه. نعم. فهاي أستاذ أحمد، خبرنا قبل شوي ذكرت موضوع النموذج القيادة 360 درجة. نعم. شو هو؟ نموذج القيادة 360 درجة هو نموذج قيادي يعني قد يكون من النماذج الأقرب قوة في متطلبات الزمن تبعنا، تغيرات سريعة. نعم. الأشكال المؤسسية، المؤسسات أخذت أشكال مختلفة. هو قائم على 7 مبادئ و7 تحديات و3 مبادئ في القيادي. المبادئ هي أولا مبادئ القيادي من أعلى إلى أسفل، يعني أن تكون قائدا جيدا من موقعك كالسلطة، أنت صاحب سلطة وتقود فريق، وهنا بيكون الجملة اللي بنحكيها اتبعني وسأضيف لك قيمة. نعم. أستاذ، كل اللي أغلبية الأشياء اللي ذكرتها قريتها في كتاب قواعد السطوة. قواعد السطوة لجون ماكسويل.
لا قواعد السطوة. من مؤلف الكتاب؟ نسيت، ولكن فعلا في وايد نقاط موجودة في بس الكتاب. أحيانا أستاذ أحمد القائد يعني يكون في وظيفة، كان يكون مسؤول على أشخاص معينين، فهو ما كان قائد بمهارات معينة ولا بصفات معينة، لا هو يا أبوه خلوه مسؤول في مكان معين. هنا قد يسمى قائد لكن هو عمليا مدير. مدير زين، أحيانا ما يكون مدير، يكون شخص متخلف، عفوا على الكلمة هاي، يكون شخص أمي في مكان معين ويكون قائد يعني بشخصية معينة، حتى مش شخصية إيجابية، لا شخصية سلبية، يسيطر على العمل في مكان، يسيطر على الأشخاص. هذول علاجهم في نموذج القيادة 360 درجة اللي هو القيادة من أسفل إلى أعلى. لان يعني عفوا تلقاه شخص مثلا في مكان معين ما يفقه شيء، حتى تعطيه مصطلحات علمية، مصطلحات لغوية ما يفهمها، لكن تلقاه يسيطر على الأشخاص اللي فوق، يسيطر على العمل، فيروح يعني إنتاجية العمل تكون سيئة، بيئة العمل تكون جدا سيئة، بيئة متوترة راح تكون، بيئة غير منتجة، وأسوأ من ذلك بيئة غير قادرة على الاستدامة والاستمرار. هذول الأشخاص عادة على مدار التاريخ هم أشخاص فترة نسميهم، يعني في علم القيادة وأدبياته هذول احنا بنسميهم أشخاص فترة. هذا الشخص أتى بمنصب آخر، يعني بمنصب وقوة شخص آخر تم وضعه في هذا المكان، هو في عنده مجموعة من الفوائد راح يكتسبها، وبعد هيك بطبيعة الحال المؤسسة المجتمع اللي هو فيه راح يرفضه، راح يطلع. هذول الناس موجودين في التاريخ، موجودين الآن بيننا، موجودين في حياتنا، لكن ما بيطولوش. هذا بشكل علمي، هذا يكون القيادة من الأسفل إلى الأعلى. لا الآن القيادة من أسفل إلى أعلى، القيادة بنفس المستوى شو بنحكي إحنا فيها، اتبعني وسأسير معك، هاي القيادة بالفريق زي كويك لما تطلعوا رحلة لما كذا، أنت بتكون قائد بنفس المستوى. لأن القيادة من أسفل إلى أعلى بنحكي إحنا اتبعني وأنا أسير خلفك. في ناس عندهم قدرة على قيادة من هم أعلى منهم من خلال برضو أنهم بضيفوا قيمة للعمل، في قاعدة بنحكيها دائما، خفف العبء أيضا. خفف العبء عن قائدك، وإذا شال عنه مهام وشال عنه تعب وكذا بصير قادر على التأثير فيه. بس لما هذا الشخص اللي يكون مثلا في مؤسسة معينة أو في أي مكان معين، لما يكون يعني شخص عادي لكن مسيطر على بيئة العمل ومسيطر على أجواء العمل، هو ما يكون غير مؤهل، يعني ما عنده في اتخاذ القرار وما يعرف أبسط الأمور، لكن يكون عنده ميزة واحدة، كيف قدر يسيطر؟ ممتاز، انت حكيت اول شيء كلمه عادي. شو قصدت في عادي؟ هل قصدت المؤهل الاكاديمي؟ كل شيء في عادي، يعني شخص ما عنده مؤهل اكاديمي، ما عنده مؤهل علمي، تمام، ممكن ما يكون عنده شكل حلو لكن عنده قدره على السيطره، هل اسمي هذا قائد؟ نعم اسميه قائد. احيانا التنمر، هو التنمر واحد من الان من المشاكل يعني القويه جدا حتى في بيئه العمل، مش بس في المدرسه. موضوع التنمر، شخص الآن احنا بنحكي عن القيادة بشكل غير عاطفي، بجوز في كثير من الناس اللي بتناول القيادة بشكل عاطفي، موضوع جدا شيق استاذ احمد، ولكن الوقت تداهمنا، يعني كان ودنا نستمر معك اكثر، احنا تفاعلنا الامور معك. شكرا لك استاذ احمد ديب، المدير التنفيذي لمبادرة التمكين الريادي للشباب، شكرا لك. العافية، شكرا، نورتنا، خليك، حياك الله. طبعا في صباح الامس والأول لأول مرة في مركز الشباب اللي في جيرة صار اللي هي الأكاديمية الصيفية. طبعا الحلو أن المبادرات هذه الخاصة للشباب مروة مشاهدين الكرام قاعد تكثر في دولة الإمارات، والحلو أن هذه أول مرة في الفجيرة. نعم أكيد يا عبد العزيز، بنحضر ويا بعض هذا التقرير أنا وأنت والمشاهدين علشان نتعرف عليه أكثر وعلى أهدافه. انطلقت هذه الدورة الأولى لانطلاق الأكاديمية الصيفية للشباب بإمارة الفجيرة. تحرص المؤسسة الاتحادية للشباب أن هي تستثمر طاقات الشباب ومواهبهم بصورة أكبر خلال الفترة الصيفية. برنامج الأكاديمية في مركز الفجيرة للشباب يبدأ من اليوم، من 21 يوليو لغاية 28 يوليو. تركز على فئة الشباب من 7 سنوات لغاية 35 سنة في برامج مختلفة جدا.
جدا، منها في البرامج الاجتماعية والبرامج في ريادة الأعمال، برامج مختلفة منها الجلسات التثقيفية والبرامج والدورات التدريبية. في مدربين ومحاضرين من مختلف مؤسسات الدولة سواء الاتحادية أو المحلية أو حتى الشركات الخاصة، وفي كذلك شباب مشاركين معنا في تقديم برامج مختلفة. شاركوا معنا مختلف الجهات مثل جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وكذلك الشرطة المجتمعية اللي تابعة للقيادة العامة لشرطة الفجيرة منها وزارة الداخلية، ومجموعة من الشباب كذلك. شباب الفجيرة خاصة وكل الشباب صراحة المقيمين والمواطنين حياهم الله، يستثمروا مواهبهم المختلفة في المركز ويستفيدوا من البرامج اللي قاعدين نطرحها خلال هذه الفترة، وبإمكانهم الوصول لنا بطريقة جدا سهلة. أكيد راح نوفر لهم كل الاحتياجات وتطلعاتهم في المستقبل. دوم الهلال الأحمر معروفة بالأشياء الخيرية اللي تسويها، والحين بنروح لموضوع للهلال الأحمر بحيث تفتتح عددا من المشاريع الصحية في باكستان، وذلك ضمن مبادرات الهلال الأحمر في عام التسامح. طبعا بنعرف مزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذ راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في الهلال الأحمر الإماراتي ورئيس الوفد في باكستان. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، أهلا مبارك، يا الله يحييكم، جزاكم الله خير على كل شيء تسوونه. وجزاكم الله خير أنتم كإعلاميين، وإن شاء الله يعود النفع لدولتنا الحبيبة قيادة وشعبا إن شاء الله، إن شاء الله. ودعاء المرضى والمحسنين إن شاء الله. آمين. أستاذ، لو نتحدث أكثر عن المشاريع الصحية التي تم افتتاحها في باكستان. نعم طال عمرك، في عام 2017 تم تخصيص ريع عطايا معرض عطايا الخيري، نعم، لتقديم يد العون لمرضى الفشل الكلوي. تعرف المرض هذا مزمن، صحيح، وتم تخصيصه على الصعيد المحلي والدولي. نحن الآن في مشاريع، نتكلم عن مشاريع الدولية، ولتنفيذ رؤية عطايا قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتأسيس برنامج لدعم مشاريع تعزز وترتقي بالقدرات الخدمية لمراكز غسيل الكلى في 5 دول، منها باكستان ومصر وصوماليان لاند وجزر القمر والسودان. هذه الدول 5 اللجنة قررت أنها تنفذ فيها هذه المشاريع. الأسبوع الماضي كنا نعم بالفعل في باكستان، وافتتحنا في مدينة بشاور بالذات، تم افتتاح مشروعين اثنين لدعم غسيل الكلى، أحدهما في مستشفى خيبر التعليمي والآخر في معهد أمراض الكلى. طبعا بلغت التكلفة 1,000,000 درهم لهذا المشروعين. يستفيد من هذا البرنامج 12,500 شخص من هؤلاء المرضى المرتادين لهذا المستشفى. استيعاب المستشفى بما يوميا بمعدل يوميا الناس تحتاجه، طبعا في مختلف التخصصات، من 3,000 إلى 4,500 فرد. نعم صحيح. أستاذ، خبرنا عن الرعاية الصحية اللي يقدمها مستشفى الشيخ زايد في السند. نعم، هذا برنامج آخر أيضا. نعم، مستشفى الشيخ زايد غفر الله له وضع حجر الأساس في سنة 74، تخيلي من الآن كم سنة قبل وضع حجر الأساس في هذه المستشفى، خصص للنساء والأطفال. نعم في بلاد السند. نعم الحمد لله. نعم ولله الحمد. قامت منذ تأسيسه دولة الإمارات العربية المتحدة إدارة هذا المستشفى، وقامت بتشغيله لمدة 2 عامين، ثم سلمته لحكومة السند في تلك الفترة. الحمد لله. اليوم الحمد لله رب العالمين يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية للنساء والأطفال، واستيعابه 194 سرير. خدماته تقدم لنحو 2,000,000 من خلال سكان، نعم من خلال سكان الأقاليم السند والبنجاب وبلوتشستان، طبعا لأنه في منطقة متوسطة، نعم، وحواليه يعني ما شاء الله
أقاليم. ممتاز. أستاذ راشد، خطط الهلال الأحمر في إعادة تأهيل المستشفيات وتوسيع الخدمات في باكستان. نعم، أيضا هناك مستشفى قام بوضع أو بناء مقفور له الشيخ زايد عام 1982 في منطقة ميربور ساكور في إقليم السند أيضا. نعم. هذا المستشفى تمت زيارته من ضمن زيارة الفريق، وتم طبعا متابعة تشغيله، لأن بالسنة الماضية طلع أيضا الفريق وعاين النواقص ووفر الاحتياجات له، وهذه الزيارة استمرارية لمتابعات الهيئة الهلال الأحمر. نعم. لمشاريعها والمشاريع التي تم تنفيذها. نعم. في السنوات المقابلة. هذا الكلام نحن مكلفين من قبل قيادتنا الرشيدة بالاستمرار والتواصل مع المشاريع التي تم تنفيذها سابقا، والوقوف على مدى جاهزيتها، فعاليتها وجاهزيتها. نعم. ممتاز. لأن هذا ما وضع إلا لحاجة الناس. صحيح. ولا زالت الحاجة يعني الناس محتاجة لهذا الشيء. الحمد لله. الإمارات على شيء يدل. نعم. على متابعة القيادة ومتابعة. نعم. قيادة الهلال أيضا بالذات، ولله الحمد نحن في دولة خير. نعم. الإمارات كانت ولا زالت وستبقى بلد خير. نعم. لأنها بلد المغفولة بإذن الله تعالى الشيخ زايد. نعم. شكرا لك أستاذ. نعم. شكرا لك أستاذ راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للقطاع الشؤون المحلية في الهلال الأحمر الإماراتي ورئيس الوفد في باكستان. شكرا لك. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، فاصل بعد راح نواصل، خلوكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7. الحين وصلنا لآخر فقرة في البرنامج، وهو برنامج الصيفي لمدرسة عاصم بن ثابت في الفجيرة، واللي بدأ البرنامج أمس يوم الأحد ومستمر لمدة أسبوعين. طبعا بنعرف أكثر عن هذا البرنامج، معنا في الاستوديو سعود النعيمي متطوع في البرنامج الصيفي. أهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. أول شيء أتشرف أنكم استضفتوني في هالبرنامج. شرف لنا، الله يسلمك. على قناة الفجيرة. وطبعا هالبرنامج مدعوم من قبل وزارة التربية والتعليم. نعم. مدة البرنامج 4 أسابيع. حلو. الفترة الأولى اللي هي الأسبوعين حق المرحلة الأولى من صف أول لين صف سادس، أما الأسبوعين اللي بعديهم من صف سادس حتى الثانوية العامة. نعم. سعود، خليني أنا أسألك أول شيء، أنت طالب في المدرسة صح؟ هي نعم. أي مرحلة؟ أنا إن شاء الله رايح آخر سنة الحين. رايح آخر سنة. نعم. ما شاء الله عليك، أنت طالب وماسك المسؤولية هذه ومسؤولية التطوع. يعني قبل لا نبدأ نسألك عن البرنامج، عن الأمور هذه، شعور حلو مروة لما فعلاً. طالب في هذه المرحلة يمسك مسؤولية كبيرة ويكون متطوع، شو شعورك أنت؟ والله الصراحة شعر بالفخر، لأن نادر تشوف في الزمان يعني كيف مثلاً واحد بهالأمور مسؤول عن هالأشياء. فعلاً. ممتاز جداً. نعم. خبرنا عن الأنشطة والفعاليات اللي يتضمنها هذا البرنامج. عندنا عدة من الأنشطة، وعندنا مثلاً نتعلم اللغات، ورشات، عندنا ورشة التعليم، ورشة الحاسب الآلي وتعليم الروبوتات. حلو. كثير من الأنشطة والفعاليات. متى الأنشطة والفعاليات هذه سعود؟ الوقت من 9 صباح الى 12 مساء. زين، من 12 المساء الظهر. ها الظهر. الظهر هي. زين، انا بخبرك سعود، الحين الطلبه اللي في المدارس حسيتك وايد مستانس انه 12 في الليل. يعني اذا في الليل يمكن نقدر نشارك الفتره المسائيه. لاحظت سعود؟ صح سعود؟ وايد مستانس. زين سعود، الحين انا بخبرك، الطالب طول 7 شهور ولا 8 شهور ينش الصبح يروح المدرسه ويتعب ويرجع. من قال لك يتعب؟ انت بالنسبه لك حتى في البرنامج الصيفي يدخلونه ينش الصبح ويروح، ليش ما تحطون المساء من 12 الظهر لين 4 العصر مثلا، ومن 4 العصر قول له عبد العزيز يجلس مكاني يعني. لا شوف، مثلا سوينا لهم الصبح عشان يحسون بالنشاط، يحسون ان عندهم شيء يسووه، مثلا يقضون وقت الفراغ والاجازه. يعني نصهم كيف يعني ما عندهم شيء يسوون الصبح، نايمين يكون سهراني. ها فحاولنا نهم يعني بهالاشياء. الصيف للسهر. انزين سعود، الصيف مو بالسهر، مو بس للسهر، في اوقات ثانيه حق السهر. سعود، شو الفئات العمريه المستهدفه؟ هل عبد العزيز يقدر يصير وياكم ولا لا؟ احس وايد متشجع وغيروا الوقت وخلوه في الليل وهو يسهر. هو يقدر يدش كمتطوع، اما كطالب يدرس معانا هو
ما بسولي واسطة بالدشكم والتطوع؟ والله فعلك تعال حياك الله في وقت واسطة. كواسطة كطالب طالب مرة معي. زين العدد المشاركين والفئات المشاركة وايد؟ لحد الآن يعني بعد ما ثبت العدد. حلو هنا. وين مكان البرنامج؟ في مدرسة عاصم بن ثابت. وين مكانها؟ قول للمشاهدين في ناس ما يعرفون. في الفصيل ورا مستشفى الشرق. ورا مستشفيات. أرحب بكم جميعا يعني التسجيل بعد مفتوح. شو الأهداف اللي يسعى البرنامج لتحقيقها؟ وشنو أهدافك أنت أيضا كمتطوع؟ أنا أهداف إني أسعد الطلبة ويكونون يعني كيف راضي عن هالفعالية وحابينها. نعم. تشجعهم انه يروحون في رحله راح تطلعون وكذا في رحلات بينشون الصبح بس ما تقعدون في نفس المدرسه ونفس الكلاسات يطلعون رحلات يروحون البحر في عندنا رحلات في رحلات ترفيهيه وعندنا رحلات علميه مثل متحف الفجيره وديناهم علمناهم عن الاشياء الاثريه القديمه ممتاز في رحلات ترفيهيه وين على حسب الطالب يعني رتبنا لهم اي ام جي وعندنا لوفر ابو ظبي اذا تعرفه نعم متحف لوفر نعم حاولنا نرتب لهم المواضيع يعني بنشوفكم ان شاء الله باكر انا بشوف مروه وراح نجيكم يوم تسيرون الاي ام جي خذوا عبد العزيز وياكم مره اول واحد وياه والله يخليك تصوير كامل علشان نشوف شو ردات فعله يوم هو في الالعاب المخيفه في اي ام جي سعود زين اي كلمه اخيره حابه تقولها طبعا اشكركم اول شيء واخر شيء على استضافتكم في هذا البرنامج وللشرف شرف لنا والله يوفقك وشيء حلو سعود ان نفس هذه المرحله العمريه تمسك هذه المسؤوليه وتكون متطوع مع الشباب فيعني وايد حبيت الموضوع صحيح. انا الله يوفقك ان شاء الله ويسر امورك وان شاء الله تعالى نحاول نحن برنامج 7 على 7 ان نزوركم إن هناك ان شاء الله ان شاء الله ونكون قراب اكثر حياكم الله والمكان مكانكم في وقت مرة نورتنا يا سعود وكل التوفيق لك نورك اختي شكرا والحين وصلنا يا عبد العزيز لختام حلقتنا لليوم نعم واشوفك ان شاء الله انا يوم الخميس ان شاء الله تعالى مشاهدينا الكرام مشاهدينا الكرام طبعا اليوم خلاص خلصت حلقتنا تصبحون على خير وسعادة ونشوفكم إن شاء الله أنا أشوفكم باكر مروة أشوفكم يوم الخميس أنا يوم الخميس إن شاء الله في أمان الله مشاهدينا في أمان الله